مسألة أخرى مهمة وقد يستغربها بعض الناس، وهي مسألة من يعني اكترى أرضا لمسجد، لبناء مسجد، لكن لمدة 4 سنوات. نعم، يعني يبني مسجد على أرضك لمدة 4 سنوات، ثم بعد ذلك ينتهي هذا الوقف. هذا جائز، لا يستغرب، فقد ذكره الفقهاء. ولما تنتهي هذه المدة ماذا يحدث؟ للمستأجر نقضه، يرفع الطوب متاعه نعم والتراب وما إلى ذلك، ويترك هذا المسجد، الأرض أرض المسجد ترجع أرضا لصاحبها، يمكن أن يزرعها ويمكن أن يبني فيها دورا أخرى أو شيء من هالقبيل. هذه كلها جائز.